السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اليوم عندنا التحدي 11 أو 11 من تحديات الكريسماس. يقول لك اختبئ لمدة 10 ثواني في هيئة رجل ثلج متخفي على بعد 25 متر من عدو. شوف مكتوب 10، يعني لازم تجلس جنب العدو لمدة 10 ثواني على بعد 25 متر متخفي برجل ثلج. يعني كل اللي عليك تسوي زي كذا، تدخل وسط هذا وتجلس قريب من عدوك على بعد 25 متر لما يسوي معك التحدي. شوف، ثانيتين، أربعة. طيب كملنا 8 ثواني. ثواني خلينا نشوف ايش. ترى كده تقدر تسويها في كذا جيم، مو ضروري في جيم واحد. يعني إذا واحد قتل كل شيء، أنزل جيم ثاني وكملها تتكمل معك. هذا رجل الثلج. خلينا أكملها. ايوه شو اسوى التحدي، شايفين كيف؟ مو ضروري تسووه في جيم واحد، كذا جيم عادي في اي مكان عادي. تمام، الان نخرج نشوف الهديه اللي حناخذها. طيب بعد ما خلصنا التحدي الان نزور الكوخ عشان ناخذ الهديه. خلينا نختار اليوم الهديه اللي هي سكين الموزه، هذا هو. يقول لك افتحها. اوكي واخيرا اخذنا سكين الموزة بيلي القطبي. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسى تدعم المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.